وزي ما انتوا شايفين يا شباب تطبيق انجيكيتور جديد بيدعم اللغه العربيه وكمان شغال مع التحديث الجديد للعبه ببجي موبايل. وطبعا يا شباب زي ما عودناكم في جميع المميزات اللي ممكن تتخيلها زي منظور الايباد وطيران اللاعب وكمان الوول هاك وبيشتغل مع جميع الاجهزه. فلو انت حابب ازاي بتفعل التطبيق دون تابع الشرح ده لحد النهايه عشان تعرف الطريقه. اهلا بيكم، انا نادر محمد وانتم دلوقتي في قناه سوفت بالعربي. النهارده بقى يا شباب جايب لكم تطبيق انجيكيتور جميل جدا جدا عشان بيدعم اللغه العربيه، وتقريبا ده اول انجيكيتور باللغه العربيه انشره على القناه. وطبعا يا شباب زي ما عودتكم التطبيق ده شغال مع جميع الاجهزه ومع جميع نسخ لعبه ببجي موبايل، وكمان يا شباب في جميع المميزات اللي ممكن تتخيلها، والاهم من ده انه بيشتغل على التحديث الجديد تحديث 18. بس قبل ما ابدا في الشرح حابب الاول ان افكركم بمسابقه سوفت بالعربي واللي اختار فيها 3 فائزين وهشحن لهم الرويال باس. وكل اللي مطلوب منك عشان تكسب في المسابقه دي انا هحط لك الاي دي بتاعي في وصف الفيديو او اللي هيظهر لك على الشاشه. كل اللي عليك انك تروح للعبه وتدينا اكبر عدد ممكن من الشعبيه، لان اكتر 3 هيدوني شعبيه هم دول اللي هيفوزوا بالرويال باس. ولو انت لسه ما اشتركتش معانا في القناه انزل اشترك معانا في القناه وفعل زر التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله اول باول. واول حاجه بقى تبدا انك تعملها يا برنس انك هتروح تحمل تطبيق الناسخ وكمان هتحمل تطبيق الانجيكيتور بتاعنا. بالنسبه للروابط طبعا زي ما قلتكم هتكون تحت في الديسكريبشن او في وصف الفيديو. فبعد كده تخش على تطبيق الناسخ بالشكل دوت، بعدين هتدوس على الكلمه الزرقاء ديت، بعدين يا شباب هتلاقي في عندنا حاجه اسمها اد، هنبدا ان ندوس عليها عشان نبدا ان نضيف لعبه ببجي موبايل وكمان نضيف التطبيق بتاع الهاكر بتاعنا. فهنختار خيار لوكيشن جيمز، بعدين نبدا بقى ان نضيف لعبه ببجي موبايل وكمان تطبيق الانجيكيتور بتاعنا او تطبيق الهاكر بتاعنا. فهي دي لعبه ببجي موبايل، هندوس على اد، هنبدا بقى ندوس عليها مره كمان بالشكل دوت، بعدين ندوس على لوكيشن جيمز، بعدين بقى المره دي هنبدا نضيف برنامج الهاكر بتاعنا. فنبدا ندور عليه، فزي ما انتم شايفين يا شباب هو ده الانجيكيتور بتاعنا او تطبيق الهاكر، واللي هتلاقي الايقونه بتاعته مش موجوده، فهتدوس على كلمه اد بالشكل ده عشان تضيفه. فاول حاجه بقى نبدا نعملها نفعل تطبيق الانجيكيتور بتاعنا بالشكل ده، نخش عليه. بعد كده يا شباب هيفتح معانا بالواجهه الجميله ديت. انا زي ما قلت لكم في الاول التطبيق ده عربي يعني هتقدر انك تتعامل معاه بكل سهوله. فطبعا اول حاجه نبدا نعملها ان احنا ندوس على فتح القائمه بالشكل دوت. فزي ما انتم شايفين يا شباب هيفتح لي القايمه بتاعه الهاكر زي ما قلت لكم يا شباب. طبعا جميع الخيارات اللي موجوده هتلاقيها خيارات باللغه العربيه، فهندوس على علامه الناقص عشان نبدا ننزلها، بعدين نرجع لبرنامج النسخ بتاعنا، بعد كده هنبدا ان نفتح او نشغل لعبه ببجي موبايل، بعدين ندوس على لانش جيمز. فهتفتح معايا لعبه ببجي موبايل بالشكل الجميل ده. طبعا اول حاجه تبدا انك تعملها انك هتعمل حساب جاست او حساب مضيف جديد، وده طبعا عشان ما يبقاش في اي خطر على حسابك الاساسي. فانا هعمل حساب جاست جديد وارجع لكم مره ثانيه. فزي ما انتم شايفين يا شباب هيفتح معايا الحساب بالشكل الجميل ده. طبعا اول حاجه بتبدا انك تعملها انك هتخش على الهاكر بالشكل ده، وبتبدا انك تفعل اول خيار اللي هو خيار تشغيل الحمايه، وده طبعا بنفعله عشان بيأخر لك البند او بيعمل لك حاجه اسمها تجميد البند. بعدين هندوس على علامه الناقص ديت، بعد كده بقى يا شباب هخش على جيم بلاي التدريبي عشان افرجكم ازاي بنقدر ان نفعل الهاكر دوت. فزي ما انتم شايفين يا شباب هتفتح معايا لعبه ببجي موبايل بالشكل دوت. بعد ما دخلت على الجيم بلاي اول حاجه هتدوس على برنامج الهاكر بالشكل دوت. فزي ما انتم شايفين هنلاقي عندنا في مجموعه خيارات كتيره جدا، وزي ما قلت لكم بتشتغل مع التحديث الجديد اللي هو تحديث 18. بعد كده فعل خيار الانتينا، وده يا شباب امن خيار انصحك انك تفعله، يعني بلاش تفعل ثبات السلاح او الهيد شوت عشان الحاجات دي بتدي بند بسرعه. فزي ما انتم شايفين يا شباب اشتغلت معانا الانتينا على بعد 600 متر بدون اي مشاكل. وكمان يا شباب التطبيق فيه مميزات جميله زي القفزه العاليه وكمان سرعه اللاعب والايم بوت، وكمان فيه الهيد شوت والماجيك بوليت ومنظور الايباد، وكمان فيه ثبات السلاح. فخليني مثلا اجرب لكم اللي هو منظور الايباد، فهبدا بقى ان انا افعل خيار منظور الايباد بالشكل دوت. فزي ما انتم شايفين يا شباب اشتغل معانا منظور الايباد، منظور جميل جدا يا شباب وكانك فاتح اللعبه من الايباد، وطبعا بتاخد افضليه كبيره جدا عن خصومك. وكمان يا شباب الانتينا بتاعت البرنامج ده جميله جدا لانها بتجيب لك من على مسافه 700 و600 متر وبشكل جميل جدا يا شباب. وبس كده يا شباب ده كان كل اللي في حلقه النهارده، ويا ريت بقى تنزل تشترك معانا في القناه وتفعل زر التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله اول باول. وفي امان الله احلى اصحاب، واشوفكم على خير الحلقه اللي جايه.